يقول السائل: سددكم الله، انتشر مقطع لأحد الدعاة يقول فيه أن الشيخ صالح العصيمي حزبيا وليس بسلفي. بالنسبة للأحكام على الناس لابد فيها من بيان. أنا الآن إذا قلت فلان كافر أو خلاص فلان كافر وانتهى الأمر، إيش عنده؟ إيش كافر؟ إيش عنده؟ أقول سب الدين، صح، سب الرب، استهزأ بالقرآن مثلا، استحل المحرم الذي حرمه الله جل وعلا المعلوم من الدين بالضرورة، وبين لماذا هو كافر. كذلك إذا قلت فلان مبتدع لابد أن أبين ما البدعة عنده. نقول ينكر عذاب القبر أو ينكر الشفاعة يوم القيامة أو ينكر الصراط، وبين وجه البدعة. فلان حزبي، طيب فلان حزبي ما هي الحزبية التي عنده؟ ما هي الحزبية التي عنده حتى أنه صار حزبيا؟ لابد أن أبين وجه الحزبية التي عنده. إذا عندي دليل برهان أنه حزبي فأقول فلان حزبي لأنه كذا وكذا، لأنه تحزب في دين الله، تعصب لآراء، تعصب لأقوال أشخاص، والى عليها وعاد عليها، تحزب، تجمع على مسألة وعاد عليها والى، وهي المسائل التي لا يجوز الولاء والبراء عليها. بين وجه الحزبية. لكن الآن المشكلة أن من الدعاة من يطلق هذه الألفاظ فلان حزبي، وإذا طالبته وقلت له إيش وجه الحزبية ما استطاع أن يأتي بكلام يقنعك. نحن ما نجامل أحدا، من هو حزبي حزبي، لكن ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ ما هي حزبيته؟ ما هو الكفر؟ ما هو كفره الذي هو عنده من الكفر؟ ما هي البدعة؟ ما هي الحزبية؟ هنا السؤال. وإلا مسألة الرمي بهذه الألفاظ فلان حزبي هذا سهل، لكن أين البرهان؟ ولذلك الذي نعلمه عن الشيخ صالح العصيمي حفظه الله أنه من العلماء الذين أثنى عليه أهل العلم، من الذين أثنى عليه العلماء، أثنى عليه شيخ العلامة محمد بن صالح السحيمي مفتي المدينة النبوية، وعنده في المسجد، وهو أعلم الناس به وأقرب الناس إليه ويعلم حاله، وهكذا شيخ العلامة العباد، وهكذا غيرهم من كبار العلم. ما سمعنا أحدا حكم عليه بالحزبية وأنه عنده حزبية. فلذلك على الدعاة لا يسابق العلماء في الأحكام، أن لا يسابق العلماء في الأحكام، فيسأل العلماء قبل أن يتكلم الشخص يقول فلان حزبي، يسأل العالم، يسأل مثلا الشيخ الفوزان أو يسأل الشيخ العباد أو يسأل الشيخ مثلا السحيمي أو غير هؤلاء من علماء المدينة، لأن الشيخ صالح العصيمي في المدينة ودروسه كذلك في المسجد النبوي. فإذا قالوا حزبي وعنده كذا وكذا، أما الإنسان يتسرع في هذه الأحكام ويرمي الناس بالحزبية ويسابق العلماء فهذا لا يجوز، بل هذا من الأمور التي يؤسف لها، والله المستعان. هناك قاعدة عند أهل الحديث في مثل هذه المسائل: إذا وجد من يطعن في الرجل ومن يثني عليه فيقدم قول البلدي، يعني بلدي الرجل، هذا في كتب المصطلح ويتعلمونه ويدرسونه دعاة، هؤلاء درسوا هذه القواعد. لكن مسألة التطبيق، في التطبيق بعد ذلك ما أدري هم ينسون هذه القواعد. يا أخي بلدي العصيمي هو هو السحيمي والعباد من عنده أثنوا عليه، وآخر يطعن فيه
وين هذا اللي يطعن فيه؟ هذا يطعن فيه في المهرة ما شاء الله. ذاك بلد الرجل يعرف هذا الرجل ويثني عليه. أنا سأقبل قولك أنت وأترك قول ذلك؟ قول بلدي الرجل مقدم، إلا إذا أنت عندك برهان دليل يدل على أن هؤلاء المثنين عليه فعلا أخطأوا، لأن عندك البرهان الذي يدل على أنه مطعون فيه. فهذه قواعد، ولا إيش الفائدة هذه القواعد مكتوبة في مصدر الحديث إذا لم نطبقها في واقعنا؟ تجينا في الواقع بعد ذلك نطبق هذه القواعد بلدي الرجل، أو نستخدمها متى ما أردناها، متى ما أردناها. إذا كان المطعون من أصحابنا مطعون فيه، من أصحابنا طعن فيه مثلا أحد من هناك من أهل المدينة، مثلا الشيخ ربيع حفظه الله أو الشيخ فلان طعن فيه، يقول لا بلدي الرجل هناك من عندنا في اليمن أثنى عليه، وبلدي الرجل أولى. طيب نطبقها هنا ولا نطبقها هناك؟ كيف هذا؟ بارك الله فيكم. فعلى سبيل المثال، أنت على سبيل المثال الآن شخص رجل في الشرج، هنا في الشرج هنا في الحارة هذه، طيب يثنون عليه، يثنون على هذا الشخص، وآخر في المكلة، ما هو بعيد إلا المكلة وينه ولا في الديس، يطعن فيه. وقدم قول من أنا؟ قدم قول هؤلاء أهل حارته، أهل حارته يثنون عليه، كيف أقدم قول؟ إلا إذا أنت عندك هات البرهان والبيان والدليل على أنه فعلا مطعون فيه، فقولك يقدم بالحجة والبرهان. لكن إذا ما في، فإذا قول أهل البلد مقدم وقول أهل الحارة، وهكذا. هذه قواعد على طالب العلم أن يهتم بها، وعلى طلاب العلم وعلى الدعاء على وجه الخصوص، حتى يطبقوها في الواقع في مثل هذه المسائل. في 29 من شهر جماد الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.